السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم عالم نجمة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير. كما كتعرفوا اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، اللهم بحق هذا اليوم اسالك فرحة تمحو كل حزن، وفرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، انك على كل شيء قدير. وبهذه المناسبة بغيت نشارك معكم واحد الفقاس رائع كيجي غزال كيستحق منكم التجربة، واحد الفقاس باللوز والمشمش والبيستاج. فكنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر غتشوفوا الاسرار ديال الفقاس وكيفاش ينجح معكم. فما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اخوتي، غادي نحتاجوا كاس ديال اللوز، يعني انا رقدته واحد 4 السوايع في الماء ديال الزهر. اذا بغيتوا الفقاس يجيكم غزال رقدوه في الماء الزهر، كاين اللي كيدير الماء، وليني انا كنفضل الماء الزهر، لان ملي كتقطعوا وملي كيكون كيطيب كتشم واحد النسمه يا سلام ما نعاود لكمش عليها. بالنسبه للكميه قليله، بغيتوا تكثروا ماشي مشكل، لانني انا درت معها هاد الفستق. المهم نتوما ديروا اللي بغيتوا، الكميه كتبقى على حسب المتوفر. المهم انا قلت لكم هنايا درت كاس ديال اللوز مرقد في الماء الزهر، عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، 4 كاس ديال الماء الزهر، 3 ديال البيضات. عندي هنايا واحد الكميه، يعني على حسب، تقريبا هنايا كاس لارب ديال البيستاج، كاس لارب بحال اللي قلت لكم ديال البيستاج. عندي هنايا البرقوق قطعته شرائح طوليه، كتبقى الكميه على حسب اللي بغيتو، يعني على حسب نتوما وما بغيتو ديرو. المهم قطعته على شكل طولي. عندي هنايا نص كاس ديال الزنجلان محمص، عندنا مغرفه كبيره ديال النافع حتى هي محمصه. عندي هنايا مغرفه كبيره عامره ديال حليب نيدو، حليب بودره، المهم انا استعملت نيدو. عندي هنايا مغرفه ديال الزبده سنترال، الزبده كيف ما قلت لكم انا يعني مغرفه كبيره، خديت تقريبا مغرفه ونص ديال الزبده سنترال، درتها الدوب وحيدت لها القشره ديالها، يعني حتى طلعت ديك الكشكوشه البيضاء، يعني الحليب حيدت لها باش ما كتخسرليش انا الحلوه، دائما كندير هذه الطريقه. المهم ها هي كيف ما شفتوها صافيه، كتحيدوا لها الكشكوشه بحال اللي قلت لكم. قبيصه ديال المليحه، عندي هنايا واحد الخماره، واحد الزا، فمن الاحسن استعملوا الزا بنكهه ديال الزهر، راه هي اللي كتكون صفراء، انا ما عنديش متوفره استعملت غير هذه. والطحين من نوعيه ممتازه، يعني الحلويات، ويكون مغربل. مهم طحين على حسب الخليط وشنو غادي يجمع لي. انا هنايا حطيت كيلو، وليني انا نشوف شحال يدخل لي في الخليط. ندوزو لطريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله نبداو احبائي. ناخذ واحد القصريه او القصعه كيف ما كنقولوا حنا، نديروا فيها هذيك 3 البيضات، نضيفوا عليها السكر كيف ما قلت لكم كاس ديال السكر، وغادي ندير ساشي ديال هذا السكر فاني بحال اللي قلت لكم، من الاحسن تستعملوا بنكهه الزهر. وغنديروا الزبده، راه هي بدرجه حراره المطبخ. وغادي نديروا كاس ديال الزيت، قبيصه ديال المليحه. فبسم الله نبداو نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يتجانس لنا هذاك السكر مع البيض مع المكونات اللي ضفناها ان شاء الله. فما بغيتش نطول عليكم، نتلقاو من بعد ما نخلط هذه المكونات. فمن بعد ما خلطنا المكونات كيف ما لاحظتوا، ويعني انسجموا مع بعضياتهم الخليط كيف ما كتلاحظوا، ضروري خصنا ديك الزبده تذوب مزيان مع ديك السكر مع البيض مع الزيت، ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نضيفوا باقي المكونات ان شاء الله. غادي نضيفوا كيف ما قلت لكم مغرفه كبيره ديال الحليب بودره، انا استعملت نيدو، نتوما تقدروا تستعملوا اللي متوفر. غنضيفوا النافع، الزنجلان، الماء الزهر كيف ما قلت لكم 4 كاس. غنخلطوا هاد المكونات عاد غنكملوا البقيه ان شاء الله. خصنا ضروري هذاك الحليب يعني ينسجم مع بعضياته، فهو كيعطينا واحد المذاق روعه روعه في هاد الفقاس ديالنا.
جربوه ان شاء الله وغتشكروني عليه. فهو ما كيطرطقش، ما كيتهرش، ما كيخرج لكمش الكسور، كيجي غزال في المذاق. فصراحه انت انا كان عندي المشاكل مع هذا الفقس، دائما كيتهرس ليا، كخصني نبيته ليله كامله. فهاد الفقس انا ما كنبيتوش اون فوا اي كياخد درجه حراره المطبخ، يعني كيبدا يبرد لي شي شويه صافي كنبدا نقطع فيه. غادي نضيف البيستاج، غنضيف المشماش، وغادي نضيف اللوز من بعد ما صفيته. فصدقوني غير النسمه دابا دابا حاليا عرفتي النسمه غزاله ديال المزهر اللي طالعه. غنشد اخوتي وغنبدا نزيد الطحين بحال اللي قلت لكم على حسب الخليط. ما خصناش يجينا ثقيل، يعني ما خصناش تجينا العجين قاصح، لان اذا جاتنا العجينه قاصح هو اللي كيخلي الفقس يطرطق. غادي نضيف هاد الساشي ديال الخميره، نضيف واحد الكميه لا باس بها من الطحين، ونبدا نخلط. واذا كان خصني نزيد رانا غادي نزيد. المهم هانتوما معايا باش تشوفوا القوام ديال العجين كيف غادي يكون. اذا تبعتوا الطريقه ان شاء الله راه الفقس غيجيكم ناجح من التجربه الاولى. نزيدوا الطحين للمره الثانيه، حنا كنخلطوا وحنا كنزيدوا في الطحين. هانتوما كيف ما كتلاحظوا العجين ما يجيش كيلصق وما كيجيش خفيف. هانتوما شفتوا خصو العجين يجيكم هكا بهذا السير. المهم دابا غندوز ان شاء الله، ما خصوش العجين يكون ثقيل بحال اللي قلت لكم باش الفقاس ديالكم ما كيتشقق لكمش في الفرن، خصو ضروري يكون ما خفيف ما ثقيل. غنقطع هاد الفقاس ديالي لثلاثة ديال القطع، نحاولوا نديروا يعني قطع متساويه ان شاء الله. ونديرهم تقريبا ها هما ثلاثه ديال القطع، نحرب لهم ونديرهم في الطاوه. كيف ما قلت لكم اخوتي، السر ان الفقس ديالكم ما يتهرس لكمش وما يخرج لكمش الكسور هو ان العجين ما يكونش ثقيل، خصو يكون خفيف باش كيبقى شاد لكم في داك اللوز ملي كتجيو تقطعوه وهو مازال يعني نص طيبه. فهذا واحد السر اللي بغيت نقول لكم، ان العجين ما يكونش قاصح. غادي نشد واحد صفار بيضاء وغادي ندير فيه واحد مغرفه صغيره ديال النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، ونخلط مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. ثم كيف ما كتلاحظوا، وغادي ندهن بهم الوجه ديال الفقاس ديالنا. فهو كيعطيه واحد اللون مزيون وكيجي صراحه في المنظر غزال. المهم غنكملوا، غنستمروا هيدا حتى نكملوا الفقاس ديالنا. نحاولوا ندهنوا مزيان. ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نديرو فيها بحال هيدا تدرجات. ها انتم كيما كتلاحظوا في هاد الاثناء، يعني انا ما شعلش الفران، غادي ندخلهم للفران على درجه حراره 160 درجه اذا كان الفران ديال الضو. اذا كان الفران ديال يعني البوطه فمن الاحسن نديروه على عافيه مهيله 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 بحال اللي يتطفى. حنايا ما غاديش نديرو له الطياب كامل، غنديرو له نص طياب وغادي نخرجوه، نخليوه يبرد واحد شويه تقريبا، غير نص يعني يبرد لنا واحد شويه
وغادي نبداو نقطعوه ان شاء الله وندخلوه يكمل الطياب ديالو. بحال اللي قلت لكم، اذا كان الفران ديال البوطه غادي ديروا له العافيه مهيله بحال اللي عليه تطفى، واذا كان الفران ديال الغاز ديال الضو غادي ديروا له 160 درجه مشعول من الفوق ومن التحت. فعلاش انا قلت لكم حتى نكون غندخلوا عاد نشعل البوطه، لان اذا كان الفران سخون هو اللي كيخلي لنا الفقس ديالنا يطرطق، فمن الاحسن هو خصو يطيب في البارد. فمهم نتلقاو من بعد الطهي ديالو ان شاء الله. فهانتوما احبائي الفقس ديالنا من بعد موجود غندوزو نقطعوه. انا عندي واحد الطريقه باش ما كيخرجليش الكسور بزاف، مع العلم ان هذا راه ما كيخرجليش الكسور، هي بغيت للمبتدئات نوري لهم هذه الطريقه وسمحوا لي بزاف. راه انا ما عرفتش واحد الفيديو تسجل لي وما بغاش يتقراري بتاتا، ما عرفتش شنو المشكل اللي فيه. كناخذ السلوفان كنلوي به يعني واحد الحربوله ديالي ديال الفقاس، كنلويه بالسلوفان مزيان، يعني كنحاول نزير واحد جوج تلويات ولا ثلاثه، وكنبقى نقطعوه. هانتوما كيف ما كتلاحظوا راه تبان لكم الميكا في هاد التقطيعه ديالي، يعني ما تخافوش منه ما كيخرج لكم شي ولا كسور. هادي واحد النصيحه انا كنت كندير بها صراحه هكا، وبغيت نقولها للمبتدئات اللي كيخافوا من الفقاس. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني انا ملويه في السلوفان وكنقطعوها، هي البلاستيكه كتبقى تحيد، ما تخافوش منها كتحيد دغيا بسهوله، وميم طون يعني الفقاس ديالكم ما كيخرج لكم فيه لا تهراس لا كسور لا حتى شي حاجه، يعني كيبقى لكم كيف ما هو. فهذه الطريقه قلتها للمبتدئات اذا بغاو يعملوا بها، فهي صراحه انتم كتشوفوا يعني في البلون دو ترافاي يعني في طاوله العمل ما كاين حتى كسور، ما كاين حتى شي تهراس، ما كاين حتى شي تفرتيت ولا حتى شي حاجه. والبلاستيكه يعني هذا السلوفان كيحيد بسهوله، والشكل ديالو صراحه كيجي غزال غزال غزال. فمن بعد ما كملنا التقطاع ديال الفقس ديالنا احبائي، هانتوما كما كتشوفوا درناه في الطاوات اللي غادي ندخلهم الفران، اللي ديجا كيكون عندي مشعول على درجه حراره 180 مشعول من الفوق ومن التحت. وها هو الفقس ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي غزال رائع في الشكل وفي المذاق. كيف ما كتلاحظوا اللوز باين، المشمش باين، الفستق باين، كيجي غزال غزال. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. فاذا عجبكم الفيديو احبائي ما تنسونيش من اللايكات، ما تنسونيش من التعاليق المزيونه ديالكم اللي كتفرحني دائما. وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه احبائي.